والله الحمد لله، احنا الان في بلدنا في مصر، والحمد لله حكينا في كل المواضيع اللي يخص كرة القدم عالميا وفي القارة، وايضا العلاقات المميزة ما بين الاتحادين الاردني والمصري لكرة القدم. طبعا احنا بالنسبة لي يعني مكانة مصر كبلد وكاتحاد وكلعبة، هذا شيء يعني الواحد ما يقدر يعبر عنها في أي شكل من الأشكال، أكثر من أنه هذا مصدر عز وفخر لنا جميعا من أيام الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه لحد أبنائي حسام وإبراهيم حسن. فالحمد لله العلاقة طيبة ومميزة، وحان الوقت الآن الحمد لله أنه يكون في مرشح عربي ومسلم لهذا المنصب. والله إحنا نتأمل أصوات الجميع، وإحنا طبعا بنصائح أخواننا في مصر وفي كل البلدان العربية أيضا، ونتأمل كل خير. تحدثنا عن فرص حضرتك في ظل وجود منافسة قوية مع السويسري الرئيس الحالي بلاتر، وأيضا النجم البرتغالي لويس فيجو، وأيضا رئيس الاتحاد الهولندي. والله أنا طبعا جاي من بلد خارج أوروبا، ونعرف إحنا كل التحديات اللي يواجهها باقي العالم، وأيضا لنا علاقة جيدة وحميمة مع الجميع، فإن شاء الله مع هذا النموذج إن شاء الله نحصل على اللي بدنا إياه. إن شاء الله حكينا في هذا الموضوع، وإن شاء الله في وقت قريب. دور حضرتك في حل الأزمة، عايزين نعرف دور حضرتك في حل الأزمة اللي بيعاني منها المدربين المصريين في ظل عدم احتراف الاتحاد الآسيوي بالرخصة التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأفريقي للمدربين المصريين. والله إحنا مرينا في هالفترة، إن شاء الله يعني يكون في نموذج جيد. والله إحنا بين أهلنا وبيتنا، فالله يعطيكم العافية جميعا وشكرا كثير.